علمت أن العطف يقتضي المغايرة، وفي الآية فاعبده وتوكل عليه، فلا مغايرة بين التوكل والعبادة، أرجو الإفادة في ذلك. هذا ذكرنا وقلنا إن إفراد العبادة بعد الاعتماد على الله عز وجل إنما ومن باب الاهتمام بها. حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، صلاة العصر، أو هي صلاة الظهر على قول، داخلة في الصلوات، لكن أفردها بالذكر لأهميتها من عطف الخاص على العام اهتماما به. نعم.